كما كان الجانب الأيمن من مدينة الموصل عنواناً بارزاً لمأساة الحرب ومجازر قوات التحالف الدولي والقوات الحكومية ضد المدنيين، ظلت المناطق في مرحلة ما بعد الحرب عنواناً لكوارث إنسانية خلفتها الحرب في ظل إهمال حكومي يبدو متعمداً في نظر كثيرين. سكان المدينة القديمة بالساحل الأيمن للموصل عادوا إلى مناطقهم بعد انتهاء العمليات العسكرية ليجدوا منازلهم وقد أصبحت أثراً بعد عين. دعم حكومي حيل ضعيف، يعني من الخدمات والهاي، واحنا قلنا يعني ان شاء الله بعد التحرير بايام نرجع، بس تفاجئنا، انصدمنا بالواقع. ولعل صدمة الأهالي ناتجة عن وعود حكومية بشأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، هي وعود كذبها واقع يزداد مأساوية مع انتشار الفقر والبطالة بين النازحين العائدين إلى بيوتهم أو ما تبقى من أطلالها، ليحاولوا بجهودهم البسيطة إصلاح ما أفسدته الحرب والفساد والإهمال الحكومي. والله لسه ما عمرنا كل شيء، ما انطونا كل شيء، بيتي واقع، الحائط، الدرايج، تكرم المرافق، بيوتنا الحوش نقرأ بالحوش كبراتي، وبيتنا فارغ، والله كل شيء ما عندنا، وهاي حالتنا، والأب قاعد والله، وهذا ابني هم مثل دعوة أبوه. مأساة سكان الموصل وغيرها من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية ربما تدعم ما يذهب إليه مراقبون من أن أرباب السلطة في الحكومة والبرلمان لا يشغل بالهم إلا مصالحهم وضمان استمرار نفوذهم، ولو كان ثمن ذلك مزيداً من معاناة العراقيين.